بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السابع من نواقض الإسلام السحر، والسحر على نوعين: سحر تخييلي على العيون فقط، وسحر حقيقي. السحر التخييلي مثل أن يخيل إلى الإنسان أن الأشياء تتغير من حال إلى حال أمام العين، بحيث يرى شيئا لا حقيقة له، وإنما هو على العين فقط. يعملون القمرة، يسمونه القمرة، يخيل إلى الإنسان أن الإنسان يكون كلبا، أو الكلب يكون إنسانا، أو غير ذلك مما يخيل للعين غير الحقيقة، كما قال الله جل وعلا عن سحرة فرعون أنهم لما جاءوا في الموعد الذي حدده فرعون ليناظروا موسى عليه السلام، وأنهم سيغلبونه، وتبطل دعوى موسى الرسالة من ربه عز وجل. جمع الناس وجمع السحرة، وجاء موسى عليه السلام معه عصاه، وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله جل وعلا. لما ألقوا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه، إلى موسى عليه الصلاة والسلام، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك، يعني العصا، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تبتلع ما صنعوا كله في الوادي. فلما ألقاها التقمت كل ما في الوادي من معروضاتهم، ودبت إلى فرعون وقومه خشي أن تصل إليه، فناشد موسى أن يكفها عنه. فالله جل وعلا جعل الغلبة لموسى عليه السلام، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، لما رأوا أن ما مع موسى ليس سحرا، لأنهم أصحاب فن ويعرفون السحر، فلما عرفوا ما مع موسى من الحقيقة سجدوا لله وأسلموا. فقتلهم فرعون لعنه الله، قتل السحرة، لكنهم صبروا على ذلك. أتنقم منا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذه عاقبة السحرة، أسلموا وماتوا على الإسلام، وغلب فرعون وقومه وأمام العالم، وبطل سحرهم أمام عصا موسى عليه الصلاة والسلام، لأنها معجزة من الله، ما للسحر فيها دخل، إنما هي من فعل الله وصنع الله عز وجل. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ف
تهددهم فرعون ليرجعوا فأبوا، أبوا أن يرجعوا عن دينهم وقتلهم لعنه الله. هذا السحر التخيلي. النوع الثاني السحر الحقيقي الذي يؤثر المرض في الجسم ويؤثر الخبل في الجسم، هذا سحر حقيقي والعياذ بالله، ويفرق بين منه الصرف والعطف، يفرق بين المرء وزوجه ويحبب الزوجين بعضهما إلى بعض، فهو هذه من أنواع السحر. نعم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف، عرفناه. نعم. فمن فعله أو غضي به كفر. من فعل السحر كفر، السحر كفر. وما كفر سليمان واتبعوا ما تتلو، يعني اليهود تبعوا ما تتلو الشياطين، أي تتناقله، تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في عهد ملك سليمان. قال الله جل وعلا وما كفر سليمان، يعني ما سحر، تعبر عن السحر بالكفر، ما كفر سليمان يعني ما سحر، لأنهم قالوا هذا من فعل سليمان، هذا من فعل سليمان، رد الله عليهم بقوله ما كفر سليمان، أي ليس هذا من فعل سليمان، لأنه كفر، وسليمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بسبب إيش؟ يعلمون الناس السحر. والملكان اللذين أنزلهما الله يختبران الناس، يعلمان الناس السحر ابتلاء وامتحانا ليتبين من يثبت على دينه ومن ينحرف. وما يعلمان من أحد، يعني الملكان ما يعلمان من أحد وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، يعني اختبار، فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر. دل على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه والعياذ بالله. نعم. فمن فعله أو غضي به كفر. ومن رضي به ولو لم يعمله، لكن يقول ما يخالف، السحر هذا فن من الفنون ولا بأس به، حرفة وفن من الفنون، هذا رضي بالسحر فيكون كافرا لأنه رضي بالكفر وجوز الكفر. نعم. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أنزل الله من السماء ملكين هاروت وماروت لاختبار العباد، من يثبت على دينه ولم يتعلم السحر، ومن يتعلم السحر فيكفر بذلك. والملكان ملائكة من ملائكة الله عندهم نصح، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، أي أنزلنا الله لنختبر الناس من يثبت على إيمانه ومن ينحرف ويتعلم السحر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر. هذا من نصحهما لبني آدم. نعم. دل على أن السحر كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. يعني لا تتعلم السحر. نعم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الثامن من أنواع نواقض الإسلام مظاهرة المشركين على المسلمين، معاونة الكفار على المسلمين في الحروب وغيرها، فمن انضم إلى الكفار ضد المسلمين فهو كافر، وإن كان يصلي ويصوم لكن حمله الطمع أو حمله البغض للمسلمين بأن انحاز إلى الكفار وصار معهم، وهو يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن انضمامه إلى الكفار ومعاونتهم على المسلمين يكفر بذلك ويخرج من دينه. نعم.
والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم يعني يحبهم ويناصرهم ويعينهم على المسلمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني من الكفار، أدل على الردة، على ردة من فعل ذلك وانضم إلى الكفار ضد المسلمين أنه يخرج من دينه، وإن كان يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أنه أبطل ذلك بانضمامه إلى الكفار، مساعدة الكفار على المسلمين. وليس من هذا المعاهدة مع الكفار، تبادل المصالح مع الكفار، عقد الشركات والتجارات، ليس هذا من الردة كما يظنه الجهال، هذا من أخذ المصالح والاستعانة بها، أخذ المصالح المباحة والانتفاع بها. يجوز التعاهد مع الكفار، يجوز عقد المعاهدات معهم في صالح المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم صالح الكفار في الحديبية، صالحهم في الحديبية لأجل مصلحة المسلمين، فدل على أن التعامل مع الكفار في أمور الدنيا ولمصالح المسلمين وعقد المعاهدات معهم أن هذا ليس من موالاة الكفار، بل هو في صالح المسلمين. نعم. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم، الله جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة العالم كلهم، أرسل الرسول محمد صلى الله عليه إليهم كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل الناس. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر ذلك وقال إنه رسول الله لكن إلى العرب فقط، إلى العرب فقط، فهو كافر. لو قال أشهد أن محمد رسول الله لكن إلى العرب، قلنا أنت كافر، لأن الله يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فمن أنكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يقولون: لماذا الخضر؟ والخضر هذا آتاه الله علما وحكمة ودينا، ولماذا الخضر لم يتبع موسى؟ فدل على أنه يجوز الخروج على محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. قلنا فيه فرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وأما موسى فإنما أرسل إلى بني إسرائيل. فإذ قال موسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فموسى عليه السلام إنما أرسل إلى بني إسرائيل فقط، وليست رسالته عامة. هذه من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الرسل من نوح وغيرهم كلهم رسالاتهم خاصة إلى أقوامهم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسالته عامة للعالمين. لماذا؟ لأنه خاتم النبيين، ولا يأتي بعده نبي
عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. نعم. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، لو تعلمه، لو تعلمه لا يعمل به، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، لكنه لا يتعلم دينه ولا يعمل بما يعلمه من أمور الدين، فيقتصر على أنه يصلي ويصوم فقط. ولو تسأله ما هو الإسلام ما يدري، تسأله عن أنواع التوحيد ما يدري، تسأله عن أمور ضرورية من أمور الدين لا يدري عنها، لأنه لم يتعلم، وهو بإمكانه أن يتعلم. ولا عد لو كان عنده مانع من التعلم أو ما تمكن يعذر بهذا، لكن إذا كان عنده إمكانية أنه يتعلم أمور دينه لكنه لم يتعلم، ولو تعلم شيئا لم يعمل به، فهذا كافر، نسأل الله العافية. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، الذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا هو الدليل. نعم. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ولم يعمل بها. إنا من المجرمين منتقمون، هذا وعيد على من فعل ذلك. نعم. ولا فرق في جميع هذه، وقال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إذا كان بإمكان الإنسان أن يتعلم أمور دينه الضرورية ولكنه ترك ذلك ولم يتعلم، فإنه يكفر بذلك، لأنه أعرض. الذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا كفر الإعراض، لا يتعلمه ولو تعلمه لا يعمل به. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. نعم، لا فرق بين الجاد والهازل اللي يمزح. الله جل وعلا قال: قل أبي الله وآياتي، لما قالوا إن نتحدث بحديث الركب، لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبن أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم في مجلس تحدثون بينهم بهذا، عندهم شاب أنكر عليهم ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره عن شأنهم، فوجد الوحي قد سبقه، سبق الشاب ونزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه: يا رسول الله، وقد ركب الناقة، ويا رسول الله، إنما نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لهم بقوله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأعرض عنهم صلى الله عليه وسلم ومضى في طريقه وهم متعلقون بالناقة من كل جانب: يا رسول الله، يا رسول الله، ولا يلتفت إليهم، عملا بقوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية، والله تعالى.